السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي متابعي قناة أبو زياد، طبتم وطاب أوقاتكم بكل خير. إن شاء الله النهاردة معانا عطل خبيث جدا 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 في غسالات ماركة توشيبا، ألا وهو الغسالة بتيجي ساعة العصر، بنيجي نشغلها عصر، أول ما بتيجي تعصر بتقف وترجع تشطف تاني أو بتيجي تعيد الدورة من تاني. طبعا العطل ده بالنسبة للفنيين المبتدئين أو أي حد في المجال على طول اوتوماتيك هيقول المشكله في سويتش الباب. طيب حضرتك انت بتلغي سويتش الباب الامامي والخلفي وتلاقي الغساله برضو نفس العطل معاك، بتيجي ساعه العصر ترجع تاني ترجع شطف تاني، ما بتكملش، يا دوبك بتلف لفتين الشداد بيشد معاك، بتلاقي الغساله وقفت ورجعت تاني. ان شاء الله هقول لك على الحل ان شاء الله النهارده، حل بسيط جدا 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 وفي ناس كتيره بتغفل عنه. ان شاء الله بامر الله تعالى كل وجه الله، محتاج من حضرتك يا ريت ان انت بس يا ريت تدعمنا بلايك، وإن شاء الله تشترك في القناة عشان يوصل لحضرتك كل ما هو جديد. طيب احنا حضراتكم لغينا السويتش بتاع الباب وتأكدنا ان الشداد عندنا سليم والجيربوكس سليم، وطبعا الاختبارات بتاعت الحاجات دي كلها انا منزلها لحضراتكم في فيديوهات سابقة، منزل اكتر من 500 فيديو تعليمي، حضرتك ممكن تخش تتفرج على الفيديوهات. طبعا انت اختبرت الماتور لقيته سليم، اختبرت الشداد لقيته سليم، الطرمبة تمام كله تمام. طيب المشكلة هنا بتبقى فين؟ المشكلة هنا سيادتك بتبقى في المكثف بتاع الغسالة، ده كده ضعف جاب اخره، فانت حضرتك بتغير المكثف الغسالة بتشتغل معاك، يعني ده حضرتك ده عطل ايه؟ ده عطل مكثف. لما تلاقي غسالة تيجي ساعة العصر زي ما انت شايف كده بالوضع ده وترجع تقلب تاني على رقم 16، اوتوماتيك حضرتك بتقوم جاي مغير المكثف، المكثف بتاعها بيبقى رقمه 15 ميكرو فلات زي ما حضراتكم هتشوفوا دلوقتي، بتغير المكثف ده بمكثف تاني نفس القدرة، او يعني لو انت في مصر، يعني عندنا في مصر ممكن تجيب مكثف اللي هو الايطالي تمام. في انواع كتيرة طبعا مشهورة، وفي منهم المكثف اللي هو الحاتم سيف، ده برضو مكثف محترم اللي هو 16 بتاع الاكواتيك، ممكن تركبه على الغسالة هيشتغل معاك ومش هيأثر في اي حاجة، وهتبقى الغسالة كده انت حليت الشكوى بتاعت العميل الا وهي ساعات العصر بترجع شطف تاني. فانا حاولت ان انا اقول لحضراتكم العطل دوت علشان العطل ده فعلا بيدوخ ناس كتيرة جدا جدا من الفنيين، فانا حبيت ان انا انزله لحضراتكم علشان تستفادوا منه وتفيدوا غيركم ان شاء الله. واي حد استفاد من الفيديو ده يا ريت تشيره لاي حد عشان يستفاد منه. زي ما حضراتكم شايفين ده المكثف 16 يركب عليه عادي جدا، ما فيش ادنى مشكلة. طبعا انا كنت منزل لحضراتكم برضو جميع انواع التست مود والفيديوهات، هتلاقي حضراتكم في الوصف بتاع الفيديو ده في اكتر من فيديو لجميع انواع التست مود للغسالات، جميع انواع السوفت بالنسبه للغسالات، جميع انواع الاعطال. زي ما انا بدي حضرتك المعلومات بما يرضي الله، محتاج من حضرتك ان انت تتفاعل مع القناه وتدوس لايك وتشترك في القناه عشان يوصل لحضرتك كل ما هو جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.